أسهل شيء في الحياة وأسهل أمر في الحياة بأن تتهم الآخر باتهامات وأنت لا تعلم شيء عن هذا الآخر ولا تعرفه شخصيا ولم تتعامل معهم في حياتك. أسهل شيء في الحياة بأن تتهم الآخر بالكذب وتدعي بأنك أنت الإنسان الصادق ولا تعطي أدلة أو براهين تضحض ما يقوله هذا الآخر الذي تصفه بالكاذب. أسهل شيء في الحياة بأن تقول بأن هذا الآخر هو كافر وتدعي أنت الإيمان. أسهل شيء في الحياة بأن تصف الآخر بأنه جاهل وتدعي أنت العلم والمعرفة. أسهل شيء في الحياة بأن تحكم على الآخر من خلال مظهره أو من خلال شكله. نعيش اليوم حقيقة نحن في أزمة أخلاق. هذه الأزمة تتلخص باتهامات الآخر والسير وفق ركب معين قاله آخرون وأنا سرت في هذا الركب ذاته، علما بأنني لا أعلم شيء عن هذا الآخر ولم أتعامل مع هذا الآخر. وهذا ما يحدث اليوم في مجتمعاتنا وما يحدث على السوشيال ميديا. كل هذه الادعاءات حقيقة تشعرنا بأننا أمام أزمة. كل هذه الادعاءات هي أسوأ شيء في الحياة، هي أسهل شيء في الحياة وهي أسوأ شيء في الحياة. فما بالك بأن هذه كلها تخرج من خلف شاشة صغيرة على السوشيال ميديا، أصحابها لا يمتلكون أسماء، يضعون أسماءهم عبارة عن حروف أو يضعون أسماءهم عبارة عن أرقام ولا يخرجون بشخصياتهم أو بصورهم الشخصية، ويريدك أن ترد على هؤلاء أو ترد على هؤلاء الذين وصفتهم بالنكرات. وبوصفي لهؤلاء بالنكرات أنا لم أكن مشحفا بهذا الوصف، لأن النكرة هو الشيء غير المعروف والشيء المجهول والذي لا تعرف عنه شيء والذي لا تعرف اسمه على المستوى الشخصي والذي لا تعرف صورته على المستوى الشخصي. اليوم نحن ومنذ زمان طويل نعيش على ثقافة الماضي الذي قال لنا والذي تربينا من خلاله على أن ديننا هو الدين الصحيح فقط، وإسلامنا يعني الأخلاق، وأي دين آخر أو أي أمة أخرى لا علاقة لها بالأخلاق. عروبتنا ونخوتنا وشهامتنا ومروءتنا وكرمنا كله مرتبط بالعروبة ومرتبط بالإسلام، وأي أمة أخرى لا علاقة لها بكل هذه الأمور. وأعيد وأكرر بأن هذه كارثة حقيقة، وذلك من خلال أننا نشاهد الكثير من الشخصيات التي لها شأن على السوشيال ميديا والتي لديها متابعين على السوشيال ميديا تخرج وتشتم الآخر، تشتم الغرب وتشتم الأوروبي وتصفه بصفات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، علما بأن هذه الشخصيات لم تعش يوما في الغرب ولم تعش يوما في بين هذه الأمم ولم تتعامل مع أحد من هؤلاء الذين يعني خلقهم الله في الغرب وخلقهم الله من دين آخر وخلقهم الله من مجتمع آخر. ودائما ندعي بأننا نحن الأخلاق تساوي الإسلام ولا شيء غير الإسلام يساوي الأخلاق، وهذا الأمر خاطئ حقيقة. الأخلاق تتمثل في قيادة سيارة، الأخلاق تتمثل في نظام المرور، الأخلاق تتمثل في التعامل مع الآخر، الأخلاق تتمثل في العمل، الأخلاق تتمثل في كل أمر نحن نقوم به في حياتنا اليومية. نحن اليوم الأشخاص الذين ندعي بأننا أشخاص يمتلكون من الأخلاق ومن التربية ما لا يمتلكه غيرنا من الأقوام من الشعوب ومن الأمم. اليوم اذهبوا إلى أي دولة عربية أو إسلامية، ولن أقول كل الدول، هناك بعض الدول التي يعني بدأت بالسير في ركب الحضارة. اذهبوا وشاهدوا الفوضى، واذهبوا وشاهدوا غياب تطبيق القانون، اذهبوا واشهدوا الفساد، اذهبوا واشهدوا الأكاذيب، اشهدوا النفاق، اشهدوا الخيانات،
اشهدوا كل هذه الأمور، الفوضى في نظام السير، الفوضى في التعامل، الفوضى في العمل، الفوضى في كل هذه الأمور التي يعني موجودة. وبالتالي اليوم المجتمعات أو الأمم لم تصل إلى ركب الحضارة أو لم تصل إلى مرحلة أن تكون مجتمعات متحضرة إلا لأنها تمتعت بالأخلاق. هذه الأخلاق لا يمكننا أن نقول بأنه الأخلاق تساوي الإسلام، ولا الأخلاق لا تساوي شيء غير الإسلام، والإسلام لا يساوي إلا الأخلاق. هناك أقوام لا تتعامل بديانات لكنها تتعامل بأخلاق، يعني هناك أشخاص لا يعتنقون دين معين، أو هناك أشخاص يعتنقون الدين المسيحي أو يعتنقون الدين اليهودي أو يعتنقون الدين البوذي، لكنهم يتمتعون بأخلاق عالية لا تتمتع بها أنت الذي تدعي الإسلام وتدعي العروبة. أنا لا يعنيني أن أتعامل مع شخص بحسب دينه أو أتعامل مع شخص بحسب لغته أو بحسب شكله أو بحسب مظهره أو بحسب المكان أو الدولة التي أتى منها. أنا يعنيني بأن أتعامل مع شخص يتعامل معي باحترام لكي يبادله الاحترام. إلى متى سوف نبقى في هذا الإطار؟ أنا حقيقة عندما أدخل وأقرأ بعض التعليقات التي تصفني أو تصف آخرين يعني صفات حقيقة لا أعلم، يعني نابعة من أحقاد، نابعة من موقف تجاهي، نابعة من لست أنا فقط، يعني أنا أتحدث بالشكل العام ما يدور في هذا السوشيال ميديا. عندنا اليوم عندما تريد أن ترد على شخص أو تحاوره أو تجادله، يعني أنا من الناس يلي بحب يجادل، بحب يحاور، بحب يناقش، قد أكون مخطئ، يعني أنا بشر في النهاية، قد أكون مخطئ في وجهة النظر هذه، قد أكون مخطئ في موقفي هذا، أستطيع أن أغير هذا الموقف ولا مانع من ذلك، وأستطيع أن أعتذر على هذا الموقف أو عن هذا الرأي، لكن كيف تريدني أن أعتذر وأتراجع في رأيي أو أتراجع في موقفي عندما أشاهد بأن هذا الشخص يبدأ كلامه في الشتيمة، يبدأ كلامه في يعني التعرض لي على المستوى الشخصي ولأسرتي ولعائلتي على المستوى الشخصي؟ كيف تريدني أن أرد على شخص يكتب اسمه عبارة عن حرف مثلا ميم وألف وياء وعبارة عن أرقام وعبارة عن حروف؟ كيف أرد على شخص لا أعلم من هذا هو هذا الشخص؟ عندما أنا أخرج في شكلي وأخرج في مظهري وأخرج في اسمي وأخرج في صورتي، أما الآخرين الذين يشتمون من خلف هذه الشاشات هم لا يخرجون لا بشخصيتهم ولا بصورتهم ولا باسمهم ولا بكنيتهم، فكيف يعني أنا أرد على هؤلاء الذين كما قلت هم نكرات في النهاية؟ هناك بعض الأشخاص الذين يعني لاحظت أنا من خلال بعض التعليقات التي جاءت على بعض ما أدرجته من فيديوهات ومن مواد على قناتي، هناك أشخاص دخلوا وكتبوا بأنه أنا قرأت التعليقات ولا أريد أن أحضر الفيديو، أنت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني كيف تريد أن ترد على هؤلاء؟ أنا اليوم عندما أريد أن أحكم على شخص، أدبيات أن تحكم على الأشخاص، أدبيات أن تقيم الأشخاص. بداية عندما تريد أن تقيم شخص في مجال الرياضة يجب أن تكون عالم بالرياضة، عندما تريد أن تقيم شخص في مجال الدين يجب أن تكون عالم بالدين، عندما تريد أن تقيم شخص في مجال السياسي أو العسكري أو الفني أو يعني أيا كان من المجالات يجب أن تكون عارفا وعالما بهذه الأمور. أما أن تخرج ما عدا ذلك هو اسمه رأي شخصي، يعني أنت تضع رأيك الشخصي، لا تضع تقييم ولا تضع أحكام، ولا يحق لك بأن تضع أحكام على شخص أنت لا تمتلك المؤهلات التي يمتلكها. تضع رأيك الشخصي باحترام بأدب، انظر كيف سوف يرد عليك هذا الشخص بأدب وباحترام. فرض الاحترام على الآخر هو واجب لكل إنسان، وعندما نقول بأنه هذا الإنسان غير محترم ف هذا الشيء يبدو من أفعاله، يبدو من كلماته، يبدو من هجومه على الآخر، ونحن اليوم نتعرض لحملات شرسة وحملات لا أخلاقية على السوشيال ميديا، علما أننا نخرج ونتحدث في الشأن العام، علما أننا نتحدث في بعض الأمور التي نوضح بها بعض الأمور التي نعلمها. أنا لا أخرج وأتحدث عن أمور لا أعلم بها، وعندما أكون يكون هناك أمر غير متأكد منه أستخدم كلمة قد، وكلمة قد تفيد التحقيق وتفيد بأنه هذا الأمر قد يكون كذا وقد يكون كذا، وبالتالي هو رهن أو رهين بأن أتحقق من هذا الأمر وأصدر بعد ذلك الحكم أو أصدر بعد ذلك هذا الخبر. لكن أما أنا أخرج وأخرج إشاعات وأشتم فلان وأقول له بأنك كاذب وأنت جاهل وأنت كافر وأنت ملعون وأنت وأنت وأنت، يعني هذا حقيقة لا أخلاق.